يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الجن ينتشرون في بلد أكثر من بلد آخر، كما نسمع عن انتشارهم في بعض البلاد العربية أكثر من غيرها، وهل لذلك الانتشار والكثرة سبب معين؟ نعم، الجن لهم مواطن يكثرون فيها بلا شك، لهم مواطن يجتمعون فيها ويكثرون فيها، مثل ما الإنس لهم مواطن يجتمعون فيها ويكثرون فيها، فهم مثل الإنس في هذا.